في رسالة من مصطفى الصايم. ولا أزمة ولا حاجة. يعني كان آخر بوست لحضرتك كان جميل، خلتني أعيد تفكير في حياتي وكتاباتي. وقفت عند المكتبه بصراحة لقيته مش سيء، فقررت إن أكمل. ربنا يجازيك خير على ده، وربنا يقومك بالسلامة. أنا بحبك في الله مصطفى الصايم. فكرة إن أنت تأثر في حضرتك. لأن يعني ساعات بيبقى عندي طاقة كده إن أنا أشوف بعض الإنتاج من اللي بيكتبوه وأقول له رأيي فيه، يعني واخد بالك انت؟ ما بتراجعش يعني. ولما يكون مثلا حتى لو مش عاجبني وقريت، اقول له طب حاول تقرا كذا وتقرا كذا وتعمق في كذا، يعني كده ما بتكسفش او ما بتراجعش عن ان انا اقدم مش نصيحه، راي يعني زي ما عشت انا. يعني ان الكتابه مش مجرد انك تعرف تكتب، لازم تقرا كمان عن اصول الكتابه وعن فن الكتابه وتاريخ الكتابه والحاجات دي. عظيم جدا. اللي بعدها الاستاذ انعام. انعام كجاجي. انعام طبعا دي صديقة عمر، ولا يمكن اروح باريس من غير ما اشوفها، وتديني كمان فرصة عند صديق مشترك بيننا فلسطيني بروح اقيم عنده في باريس يعني. وانعام كاتبة جميلة جدا، ولما كانت صحفية جبارة وعظيمة، فلما دخلت في الرواية اقتحمت الرواية اقتحام هائل جدا وتستحق كل خير يعني. والحاجات من الحاجات اللي مزعلاني يعني ان انا ما بسافرش باريس دلوقتي واشوفها. هي لما جت هنا كنت عيان، وكنت قصدي كنت في سويسرا بتعالج وما شفتهاش يعني، لكن ما بقتش اقدر اسافر. لان احسن اهم حاجه اعملها لما اروح باريس اقول لنعم انا جيت يا نعم، لازم اقول لها سلام. ربنا يخليك يا نعم، ويخلي جوزك واسرتك، وينجحكم في الحياه، وما يحرمنا من ابداعك الروائي والصحفي العظيم جدا جدا. عظيم جدا. الروايه اللي بعد كده، حد بيقول لك يا عم ابراهيم ان انت حبيته في قراءة من صغر، الاستاذ مينا هاني. مينا هاني برضو انا بشكره جدا، لانه هو يعني كان ان يقول هذا الكلام. والحقيقه برضو انا يمكن شفته مره في المعرض او حاجه، مش فاكر بالظبط يعني، بس واضح ان انا يعني قابلته انا فاكر يعني. وانا اللي بشكره جدا على الرساله دي. انا اتاخرت في الشكر، لان انا من ساعه ما جيت وانا مشغول برضو بالصحه، وبنسى شويه، ومش بنسى كمان بنشغل قوي. فالرساله يعني حضرتك من الناس اللي حبتني في القراءه من الصغر، متاثرا بابداعك، واتمنى عودتك سليما بالف سلامه. انا رجعت يا مينا والحمد لله، انا بحب حضرتك جدا، وانا كمان بحبك قوي يا مينا، ورجعت الحمد لله. وربنا ما يكتب على حد يعني يشوف اللي شفته يا مينا. يا ربنا يخليك. يا رب يا عم ابراهيم بالف سلامه. طيب خلاص عشان ما تعبكش بالرسائل اكتر من كده. ده كان نموذج بس مصغر يعني. في رضا شكر. ماشي. استاذنا الكبير الجميل. تحية طيبة. وبعد لدي شعور داخلي بارتباط روحي نحوك، لم أعرف أن أفسره إلا بجمال روحك وطيب نفسك. لي أمنية متجذرة لدي وهي رؤيتك والحديث معك، مع تمنياتي بالشفاء العاجل والصحة الوفيرة. وهي كاتبة لي رقم تليفونها، وكلهم عاجبين رقم التليفونات، لكن أنا قصرت في الاتصال، لأن عارف إن أنا لو ما هتصل بحد وأقابله وأقول له هقابلك مش هقدر أقابله، لأن حركتي قليلة جدا، بنزل مرة في الشهر ولا حاجة. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يا ريت، اتمنى ذلك والله. واشوف اشوف والله، ده يسعدني جدا جدا. وكمان لو جبتوا برضه مينا معاكم يبقى جميل قوي، لان عظيم. كله اللي هم يعني اللي ما شفتهمش يعني، نقول ده كمان للناس اللي ما شفتهمش يعني، مصطفى الصايم ومصطفى الصايم وكده، لو جم معاك يعني، لان باين بشوفهم. انعام بقى في معرض الكتاب ان شاء الله جاي، عندي امل ابقى كويس اشوفها بقى ان شاء الله، لو حضرت ان شاء الله يعني باذن الله. طيب رسالة بقى عامة لكل الناس اللي وجهت رسائل. الرسائل كانت تجاوز 200 رسالة تقريبا او 150 رسالة. أيوة. لدرجة ان انا بقيت يعني حاسس ان الدنيا وسعت جدا، وديت طاقة عظيمة جدا على الحياة. وشعرت ان انا مفيش حاجة عملتها وراحت هدر يعني. وده اجمل شيء في الدنيا، انك انت يعني دايما اقول انا اجمل حاجة في الدنيا للكاتب القارئ البعيد او الصديق البعيد، اللي هو يعني ما بتشوفوش كل يوم، مفيش منفعه بينكم. أيوة. اللي هو قرا الكتاب او كده ويقابلك سعيد جدا وكده وبتاع، وكمان بتبقى انت مش ما يعني مش متوقع، انت متوقع اللي بتشوفه في القهوه. أيوة. خلاص ما انت بتشوفهم يعني. صح. لكن البعيد ده بيبقى مهم جدا، بيبقى يعني مصدر سعاده يعني. ما تعرفش مثلا لما خدت جائزه النيل، كانت الفيسبوك وتويتر الاحتفاء عليهم عظيم جدا لما خدتها انا ودوت عبد السادس اللي فات. كان ده اسعد اهم من الجائزه نفسها. وناس انا هم مجرد فولورز او متابعين ليا او انا متابعهم، لكن 90% منهم ما شفتهمش، ما قابلتهمش يعني،
لكن كانت اديس ده كان مصدر السعاده العظيم. كان في فرح منصوب في الـ في الـ في الفضائيات يعني في الـ في السوشيال ميديا، كان ده اهم عندي من اي جايزه يعني.